هلا هون هلا عشان نطلع الفاينل ترانسفورميشن هوموجينيس ترانسفورميشن بدنا نعملهم هدول اكستراكشن ونحطهم. هلا رح تلاحظوا بالتيبل الكتاب عامل اشي هون حاطط دي اي وثيتا اي وحاطط معاها اي اي ماينس 1 والفا اي ماينس 1. هذا بسهل لما اروح على المعادله النهائيه لما اروح على الترانسفورميشن النهائيه. بس انتبه انه هذه مش اي اي ولا الفا اي هذه اي اي ماينس 1 والفا اي ماينس 1. خلينا اول شيء نتطلع في ايش سهل. ايش في سهل نطلعه؟ نطلع الديز. الديز واضحين انه كلهم احنا افترضناهم هون بالحاله هاي زيرو. فالدي دي 1 ودي 2 ودي 3 كلهم احنا مفترضين هون انهم زيروز، فواضح انه هاي الديز، هاي الدي هون حطيناها زيرو وزيرو وزيرو. هلا ثيتا، ثيتا 1 هلا الثيتا واضحه من هون عندي. هال الثيتا 1 هي صارت كانها بين يعني هي ثيتا 1 لفريم 1 بين فريم 1 وفريم 0. دي 1 قلنا انها 0، ثيتا 1 مش 0 لانها هي صارت بين. هلا هون حسب التعريفات هنطلع على التعريف، كويس انك ترجع للتعريف لانه لما هاي تصير معقده اكثر بضلك ترجع للتعريف نفسه. هي اللينك انجل بين اكس اي ماينس 1 اللي هي اكس 0 بالحاله هاي، من اكس 0 ل اكس 1. هي اكس 0 وهي اكس 1، فصفت الزاويه بس لسه ما بنقدر نقول انها بوزيتيف. ليش؟ لازم نعرف زد هاي الزد. فاحنا فرضنا انه الزد هيك، اذا حطينا الزد هيك راح تكون هاي نيجاتيف زاويه، اذا حطيناها هيك راح يكون بوزيتيف. فصفت هاي هي الزاويه بينهم، فهي ثيتا 1. اذا اكس اذا ثيتا 1 اللي هي باخذها من فريم 1 عندي ثيتا 1. هلا نفس الشيء هون عندي بدي اجي اطلع على 2 بين اكس 1 هي اكس 1 لاكس 1 راح نمدها بهذا الاتجاه. هلا حوالين مين بدي اخذها؟ زد حوالين زد 2 حوالين زد 2 بدي اطلع. هلا بدي امد اكس 1 وهي عندي اكس 2، فهذا اكس 2 هذا اكس 1. راح اروح من اكس 1 لاكس 2 حسب التعريف، من اكس 1 لاكس 2 حوالين هاي زد 2. اذا بروح من اكس 1 لاكس 2 حوالين زد 2 فهي الزاويه بوزيتيف اللي هي ثيتا. ونفس الشيء بنعمل هون، هاي من مد اكس 2 وهي اكس 3 حوالين زد 3، فالزاويه بوزيتيف من اكس 2 لاكس 3 حوالين زد 3 بهذا الاتجاه. فهي بتكون ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3 وحطيناهم هون. هيهم بالنسبه ل انتبهوا الاندكس هون ثيتا اي مش ثيتا اي ماينس 1. فثيتا 1 هي ثيتا 1 هون وهون ثيتا 2 وهون ثيتا 3. لاحظوا ال 3 ما بتبين معي هون، ما بتطلعش معنا ال 3. هلا نيجي لهدول. اول شيء الفا، الفا والفا كل الالفا الزيرو هون لانه هذا زد 0 موازي لزد 1. هيهم اصلا هم منطبقين فوق بعض تماما، وزد 1 موازي لزد 2 وزد 2 موازي لزد 3. فواضح انه الزوايا هدول هون كلهم الفاز زيرو، ما في مشكلة. هلا نتطلع على اي اي، اي اي ماينس 1 يعني احنا عم نقول اي اي ماينس 1 يعني هون بدنا نحط اي اوف 0. قديش المسافة ما بين الاثنين؟ ما هم الاكسس منطبقين على بعض، زد 0 وزد 1 هم فوق بعض تماما هيهم. زد 1 وزد 0 هم فوق بعض تماما، مش هيك اخترنا الفريمز حطيناهم؟ ففيش اي بينهم اصلا. بس حطينا الفريمز فور كونفينينس، حطينا ثبتنا اكس فريم 1 على فريم 0 تماما، فصف هذا الخط هو نفسه زد 1 وزد 0 بنفس الوقت. هلا تعريف اي 1 رنج اكس. هلا هون لما نيجي اي 1 راح يكون اي اي ماينس 1 راح يكون من 1 الى 2، مش هيك؟ بدي اروح المسافه اللي بروحها لانه هون اذا رجعنا هون لاي اي هي اللينك ما بين زد اي للي بعده along xi نفسه هو. اذا بدنا نروح على واحد، نطلع على واحد، وين واحد؟ هي واحد. هلا بدنا نكون دقيقين بالهذا، اذا راح نقيس احنا along x1 صح x1 من x من A0. واحد الى 2، فصارت عندي هاي المسافه اللي هي l1. هاي هون عندي صار l1 اللي هي 2 ناقص 1 1، فصارت هذه هون A1 اللي هون اللي هي L1. ونفس الشيء راح اكمل، راح تكون دي L2. L3 ما بتبين معنا هون زي ما حكيت بعدين we will deal with. فصار عندنا هلا هدول عندنا البارامترز راح يوصفوا الترانسفورميشن اللي بتصير في هذا
هذا البلين الروبوت اللي هو نقدر نرمز له بالرمز R R R الترتيب والطبيعة الهاي، فهو بلينر R R R ريفولوت ريفولوت ريفولوت.